انا هتكلم النهارده عن الكالكينيوس فراكشر، وده برضو يعتبر اول حاجه تروما هنتكلم فيها، وفي كام محاضره تروما، الكومن تروما اللي بتحصل في الفوت اند انكل هنتكلم عنهم، وان شاء الله باذن الله تبقى القصه مفيده. انا عارف طبعا ان مستواكم في الكورونا، في الكورونا ايه، في التروما اعلى بكتير جدا جدا من الحاجات الديزيزس، وانتوا اشطر من ناس كتير يعني، علشان التروما بتجيلكوا كتير في المستشفيات والحاجات بتاعتكم، فهتبقى محاضرات التروما مش حدها لكم يعني محاضرات اللي هو كلاسيك، اللي هو يعني ايه الدياجنوزس، ايه الكلاسيفيكيشن، ايه الحاجات دي. اي نو فيري ويل ان انتوا عدد كبير منكم عمل كالكينيوس فراكشر كتير. احنا هنتكلم بقى في المحاضرات دي من وجهة نظر اخرى، ايه المشكلات اللي بتقابلنا في الحالات بتاعت التروما دي، وازاي اللي احنا نتجنبها. عشان كده المحاضرة اسمها Challenges and Solutions. طيب خلينا نقول عن او في اول سلايد يعني عن الفراكشر كالكينيوس دي، وان هو كسر سيء السمعة منذ قديم الازل، وربما انتوا برضو لاحظتوا في شغلكم ان لما بتيجي تعمل حاله فراكشر كالكينيوس في كتير من الاحيان بتبص تلاقي نفسك عملت الحاله وماشيه كويس ورجعت الجوينت كويس والدنيا لطيفه وظريفه ومفيش فيها مشكله، وتبص تلاقي العيان برضو راجع بعد شويه عمال يشتكي ومتالم ومش مبسوط ومش ساتسفايد. وانت هتلاقي منكم كتير، حتى تلاقي تساله مين اللي عمل لك العمليه يقول لك ده دكتور فلان واسم كبير وكل حاجه، تبص على الاشعاعات تلاقي العمليه معموله كويس، طب ابن اللذينه ده مش مبسوط ليه؟ في الحقيقه السمعه السيئه دي للفراكشر كالكينيوس منذ قديم الازل، يعني كان في واحد اسمه اف جي كوتون، هتلاقوا اسمه كان على بعض الكتب القديمه قوي وعلى روكود من زمان، في طبعاته الاولى من كامبل وروكود كان بيتحط اسمه، يعني كان حاجه اساسيه، كان كبير الايديتورز في الوقت ده. قال في سنه 1916 ان ذا مان هو بريكس هيز هيل بون هي هاز بين دان، يعني اللي كسر كعبه ده خلاص من ايدك منه والارض، هي هاز بين دان خلاص يعني. انت طبعا ممكن تتصور ان كانت في الايام دي الناس دي يعني كانت بتمارس طرق مختلفه كده في الريدكشن، من ضمنها طريقه الهامر المشهوره، كان دكتور حسن الظاهر بيه كان بيقول لنا عليها، ان بيحطوا الكركينيوس ويحطوها تحتيها بادنج ويخبطوها بهامر خشب علشان يحسنوا الويدث بتاعها، اللاترال فلو اوت، وبعد ما فتحت الكالكينيوس يلموها بالهامر، ودي كانت واحده من ضمن ميثود الكلوزد ريدكشن. ولما اتطوروا شويه ابتدوا يعملوا الديفرنت تراكشن ميثودز، وكان في فيديو مشهور حتى لبعض الناس الاستراليين كانوا بيعملوا تراكشن ميثودز شبيهه كده بتاعت الاس اكسلوبريسيتي باستخدام جايدز معينه زي اللي ظهر في الفيديو عندكم، وبعد ما يعمل التراكشن ويشد الكالكينيوس ويحاول يظبطها يروح جاي حاطط كاستنج للبيشنت، وكانوا فرحانين قوي بالطريقه دي على اعتبار ان هي طريقه احسن من طريقه الهامر، ولكن برضو كانت ايه الطريقه النتيجه كله بينتهي باوستيو ارثرايتس. انت بقى هتفتكر ان بعد ما عملنا احنا بقى شرايح ومسامير والدنيا بقت فل كده ان الريزلتس اتحسنت، لا، هتلاقي في الحقيقه برضو ستيل حتى الان في كتير من الستاديز اللي طلعت احنا ما عندناش عدد كبير من الستاديز الكومباريتيف، ربما اخر واحده كانت في 2013، في جانوري 2013 على الكومباريزون بين السيرجيكال والنون سيرجيكال، وهتلاقي في الكوكرين كولابوريشن اللي هو واحد من اكبر السايتس او الاماكن العلميه اللي بتعمل سيستماتيك ريفيو، بيقول لك ان الفرق بين السيرجيكال والنون سيرجيكال مش كبير في الكواليتي اوف لايف بعد 3 ييرز اوف تريتمنت، وان اغلب العيانين بيبقوا برضه في كتير من الاحيان بيبقوا مش ساتسفايد. طيب السؤال ليه ما بيبقوش مبسوطين؟ لان اغلب الحالات بتاعه الاوستيو الكالكينيوس فراكشر بتنتهي ببعض الكومبليكيشنز اللي بتخلي الاوتكم او السيرجيكال اوتكم يبقى بور. طيب هتقول لي بقى ايه بقى يا دكتور اسامه الكومبليكيشنز دي؟ في الحقيقه احنا الهدف في المحاضره دي ان احنا نقول ايه هي الكومبليكيشنز بتاعه فراكشر كالكينيوس، ازاي ان احنا نتجنبها، ازاي تو بريدكتد، ازاي انت تتوقع ان الحالة دي مش هتمشي كويس او ممكن يبقى ليها مشاكل، وازاي ان احنا نعالجها او نعالجها بطرق ازاي. طيب خلينا الاول نقول ايه هي الكومبليكيشنز اللي بتقابلنا كتير في الفراكشر كالكينيوس. اغلب الكومبليكيشنز والفريكوينت قوي اللي هي بنسميها الجروب اوف ميسيلينيوس
complications، ان العيان بيشتكي من persistent pain في الفوت او stiffness، ودي حاجه بتبقى شائعه او كتير قوي من العيانين بعد ما تعمل له العمليه يقول لك لسه رجلي بتوجعني شويه، او يشتكي من stiffness، ان هو الستيفنس بيعبر عنه انه في بدايه الحركه بيحس بين، بعد ما يمشي الدنيا بتتحسن. واغلب العيانين بتوع فراكشر كلكينياس والشكوى دي يقول لك دي في اول اليوم، اول ما بصحى وبحط رجلي على الارض انا ما بقدرش ادوس على رجليا، بس بعد شويه بمشي ببقى اتحسنت شويه. طبعا بالفيروس مال الالايمنت او ان يحصل برونيال امبنجمنت او لاترال انكل بين دي بتبقى كومن، والجنرال كومبليكيشنز بتبقى رير شويه زي الثرومبو امبليزم في بعض الحالات. انما المور كومن عنها عن السيرينيوس كومبليكيشنز دي السوفت تيشو كومبليكيشنز، وبالتالي كتير منكم شاف القصه دي ان بعد ما يعمل فراكشر كلكينيوس يحصل ووند هيزنس ووند انفيكشن، يحصل ان العيان يحصل له ساينس ديشارجنج ساينس وات ايفر، السوفت تيشو كومبليكيشنز بتبقى كومن. واخر حاجه السبتيلر ارثرايتس، ولقوا ان السبتيلر ارثرايتس بتبقى فيري وايد رينج، بيبقى موجود بعد الفيكسيشن اوف فراكشر كالتينيس، بيتراوح من 32 ل 72% من الحالات حسب طبعا الجريد بتاعه الفراكشر كالتينيس قد ايه حسب ساندرز كلاسيفيكيشن، انما يعني فيري وايد رينج اند فيري فريكوينت انسيدنس اوف سبتيلر ارثرايتس بيحصل بعد الفراكشر كالتينيس، حتى في حالات تلاقيها مثلا ساندرز تايب 1 وجبستها ولا حاجه تبص تلاقي اليمنت برضو اوف سبتيلر ارثرايتس بتبقى موجوده. الكلام ده اغلبه برضو ليه سبتيلر ارثرايتس، لان الجيومتري بتاعت الكالكينيوس دي، اللي شاف منكم كده كالكينيوس اناتومي وشاف شكل البوستيرو فاسيت والميد فاسيت والانتيرو فاسيت، العظمه دي نفسها معقده قوي، الكونفيجريشن بتاعها معقد قوي، فبالتالي اي فراكشر بيحصل فيها بيخلي الانسيدنس اوف ارثرايتس بيبقى عادي. تمام؟ طيب خلينا نتكلم عن الفاكتورز اللي بتحدد الاوتكم بتاع السيرجري، يعني انا هعمل عمليه ايه الحاجات اللي بتحدد النتيجه دي هتبقى كويسه ولا لا؟ وانا قسمتها لكم الى ثلاث انواع من الفاكتورز. في حاجات ليها علاقه بالعيان، في حاجات ليها علاقه بالكسر نفسه، وفي حاجات ليها علاقه بالعمليه اللي انت عملتها، يعني ليها علاقه مباشره ليك. وانت لازم تبقى وانت داخل على حاله فراكشر كالكينيوس متخيل الفاكتورز دي وحاططها في دماغك علشان تتجنب انك انت تعمل كومبليكيشنز. طب خلينا نبدا الاول بالحاجات اللي ليها علاقه بالعيان، وخليكم معايا بقى على الشات علشان بس هسالكم سؤال. دي حاله موجوده هي قدامنا فراكشر كالكينيوس زي ما انتم شايفين كده، حد يقول لي كده ايه رايكم دي تقسيمه بتاعتها ايه، دي ساندرز تايب كام؟ اكتبوا على الشات كده، الناس الشاطره بقى كده تقول لي دي ساندرز تايب كام. حد هو شريف كتب 2، وفي حد كتب ايه مش عارف ليه، ايه دي 2 ايه بقى، احمد وفا بيقول تي 2 ايه، برافو عليك يا احمد يا وفا. بالظبط كلنا متفقين ان هي 2 دي يعني 1 فراكشر لاين وديسبليست. تمام، وال2 دي بنقسمها الى A و B و C، هنقول دلوقتي الساندرز كلاسيفيكيشن. C ده اللي هو قريب من السستنتاكلم لو كان الفراكشر لاين هنا، ال B في النص، ال A اللي هو اللاترال، وافتكر دايما كلمه C سستنتاكلم، ال C اللي هو يكون قريب من السستنتاكلم. طيب سؤالي ليكم يا رجاله، مين هيحب يعمل جبس للحاله ديت؟ مين هيحب يعمل open reduction internal fixation للحالة دي؟ مين هيحب ان هو يعمل closed reduction and percutaneous fixation؟ طيب الشباب كاتبين cast وريف soft tissue condition، واحد بيقول لي شاطر يا جهاد بيسأل على soft tissue condition، بعض الناس بتقول نحط cast، ناس بتقول closed وpercutaneous وريف وكذا، برافو عليك، وانتوا يعني كله بيختار كل الحاجات. طيب محدش سالني سؤال جدا مهم جدا جدا جدا، ايه ظروف العيان ده يا دكتور اسامه؟ طب انا لو قلت لك بقى ان الاخ ده 70 سنه هترجع تمسح الكلام اللي انت كتبته. طب لو قلت لك ان هو هيفي هيفي سموكر، او واحد بيسال هو عن السموك، هي از فيري هيفي سموك. طب لو قلت لك ان العيان ده دايابيتك وان كنترول دايابيتس وانسنسبل سكين، طب لو انا قلت لك ان العيان ده فيري هاي بودي ماس، تمام؟
يبقى في عندي فاكتورز هنا اهوت، او ان اللي عنده اصلا نان امبيولاتوري كان مشلول في الحته دي. ففي فاكتورز وبريفرال فاسكولار ديزيز، عشان لو سموكر او دايبيتك اكيد ممكن يكون في بريفرال فاسكولار ديزيز. يبقى انا لو سالت حضرتك انت العيان دوت هتعمل له ايه، قبل ما اجاوب على الاشعه واشوف على الاشعه لازم اشوف ظروف العيان دهوت ايه، لان في بعض الفاكتورز اللي بتبقى unfavorable for surgery وبتخلينا نتجه ناحيه الكونسرفتيف تريتمنت حتى لو كان شكل الكسر كويس. وتايب 2 ايه اللي هو يعني اسهل حاجه في الـ في الـ في السيرجري، انما ظروف العيان لا تسمح ان انا اعمل سيرجري. لو رجعنا للليتريتشر هنلاقي في بيبر جميله قوي كانت بتتكلم عن الاوبريتيف كومبيرد نان اوبريتيف، وبتقول الحاجات الفيفربل اوت كام بيبقى في مين. الفيفربل اوت كام بيبقى موجود اكتر في العيانين اليونج او الميدل ايج، ما يكونش دايابيتك، ما يكونش سموكر، ويكون لو بودي ماس اندكس. وده كلام لوجيك تقريبا كلنا متفقين عليه، ما حدش هيختلف عليه. يبقى اول مسج هقولها لكم النهارده، قبل ما تمد ايدك على العيان لازم بالذات عن الكالكينيوس. انا المحاضره النهارده ان انا احذرك من الكالكينيوس، مش ان انا اشجعك تعمل كالكينيوس، احذرك ان الكالكينيوس ممكن تكون غادره جدا وتكلفك وتكلف العيان الكتير. فيبقى لازم يكون يانج، ميدل ايج، نون دايابيتيك، نون سموكر، لو بادي ماس، علشان تحصل على الاوت كام اللي انت عايزه. طبعا لو هو عيان يانج بس سموكر بتفهمه ان في ريسك اوف بروبلمز ممكن تحصل له، ده عشان تو ميديكال ليجل، ولازم يوقف السموكينج زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت بعد العمليه لمده 3 شهور. طيب دي اول نوع من الفاكتورز. ناخد الفاكتورز بقى الثانيه اللي هي ريليتد تو ذا فراكشر او شكل الكسر. ايه الحاجات اللي بتشجع او بتخلي الاوت كام يبقى كويس، وايه الحاجات اللي تخلي لي الاوت كام يبقى وحش. احنا عارفين كلنا ان الميكانيزم اوف فراكشر كالكينيوس بيحصل نتيجه لايه؟ اكزيال لودنج او فول فروم هايت. يقوم الحته اللي عليها السهم دي اسمها ايه دي يا رجاله؟ اسمها اللاترال بروسيس اوف ذا تيلس. ده مصدر القلق والمشاكل. اللاترال بروسيس ده يروح كاسر الكالكينيوس كده كسر لتحت، ده بنسميه البرايمري فراكشر لاين. ده بنسميه البرايمري فراكشر لاين. ويجي بعد كده مع استكمال الكسر يبدا يحصل حاجه اسمها السكند فراكشر لاين. ممكن السكند فراكشر لاين ده يطلع عند الانسيرشن بتاع التندون اكيلس، وبنسمي النوع ده من الكسر باسم ايه؟ التانج تايب. ولو طلع above الانسيرشن او على الدورسال بارت بتاع الكالكينيوس بنسميه الجوينت ديبريشن تايب. طيب ساندرز قسم لنا بقى وعمل لنا كلاسيفيكيشن مهم قوي، وده هو كلاسيفيكيشن المعتمد بتاعنا في الفراكشر كالكينيوس الى 4 تايبس. تايب 1 اللي هو بيبقى عباره عن سنجل فراكشر لاين and it's non-displaced. تمام. Type 2 بيبقى two fracture lines sorry single fracture line and it is displaced. Type 3 بيبقى two fracture lines and it is displaced. Type 4 it's three fracture lines، فبالتالي بيبقى في marked comminution وبيبقى في عندنا displacement. Sanders classification ده based على CT scan، ولازم على CT scan ان يكون axial cuts، ولازم في الاكزيال كاتس ان هي تكون شورت كاتس، بمعنى الديستانس بين كل كات وكات تبقى 1 ملم. وبحسب الساندرز كلاسيفيكيشن على انهي كات بالظبط، على الكات اللي انت بتشوف فيها الدايره دي. شايفين الدايره دي؟ دي اللي بتبقى ما بين السستنتاكلم تلاي هنا اهوت، دي عند الحته بتاعت الساينس تارسال كانال، الميديال بارت بتاع التارسال كانال، دي بتبقى الدايره دي او الديبريشن ده. ده اللي بقسم عليه الساندرز كلاسيفيكيشن. في كتير من الاحيان خد بالك بتاع السي تي سكان بيستسهل ويروح عامل كاتس تكون واسعه، ما تقدرش تشوف السستنتاكيولم كامله، فما تعرفش تعمل ستادي للجيومتري كويس بتاعه الكسر. يبقى تايب 1 نون ديسبليس. تايب 2 ان 2 في 1 فراكشر لاين و2 فراجمنتس. تايب 3 2 فراكشر لاين 3 فراجمنتس. تايب 4 كذا. وده الساندرز كلاسيفيكيشن، اشهر كلاسيفيكيشن للفراكشر كالكينيوس. طيب ايه علاقه التايب اوف فراكشر بالسيرجري والاوت كام اوف سيرجري؟ طبعا الفيفربل اوت كام اوف سيرجري بيجي في بعض انواع الفراكشر اكتر من حاجات ثانيه، وده بيزد على عدد من الاستاديز. اشهرها كانت الاستادي بتاعت باكلي ايتال، وباكلي ريك باكلي ده واحد من الناس المحترمه جدا واللي حضر منكم معانا الكورسات بتاعت الاي او،
اكيد شافه لان هو من كندا وبيجي معانا كتير في الكورسات بتاعت الاي او. وفي ستاديز طبعا بعديها ظهرت بتاعت جريفين ايتال دي، قالوا ان احسن فراكشرز بتتحسن التانج تايب اكتر من الجوين ديبريشن تايب. الساندرز تايب 2 ده طبعا الموست فيفربل اوتكم. البولر انجل از لونج از ان هي اقل اكتر من 15 درجه ديت بتبقى الاوتكم بتاعنا احسن، وانا هتكلم دلوقتي على البولر انجل حال. البولر انجل دي بنحسبها ازاي؟ البولر انجل دي الارتيكولر سيرفيس انجل. احنا بناخد ايه بقى؟ بناخد اعلى نقطه في البوستيريور فاسيت، وبناخد اعلى نقطه في الانتيرير بروسيس اوف ذا كالكينيس، وباخد انا ما بين الاثنين دولت لاين. تمام، تاني لاين باخده فين؟ من الاعلى نقطه في البوستيريور تيوبروستي بتاع الكالكينيس، واعلى نقطه من البوستيريور بوينت اللي هي بتاعه البوستيريور فاسيت، وباخد ما بين الاثنين دول انذر لاين. اوكي يا شباب، الانجل اللي ما بين التو لاينز دول الكومبلمنتري بتاعها هو البوهلر انجل. يعني لو دي اللاين ده كده واللاين ده كده وشفت الانجل الكومبلمنتري دي تعتبر هي البوهلر انجل. نورمالي بتبقى من 20 ل 40، لو لحد 15 معناها ان الاوتكم هيبقى كويس. لو بقت فلاتند زي دي بنسميها فلات بوهلر انجل. يعني لو خدت اللاين الاولاني مع اللاين الثاني هتلاقي خلاص مفيش حاجه. يعني انا هرسمها لك ان اهوت، لو انت جيت خدت اللاين اهو، لو جيت خدت اللاين الاولاني ده، سوري معلش انا مش عارف بس ارسمها. اوكي طب لا معلش، هو مش بيرسم هنا، نبقى نرسمها بعدين. دي البولر انجل، لو لقيت البولر انجل ديت flattened او zero ده عيان most probably مهما عملت انت مش هتعرف ترجعها كويس. وهذه الحالات اللي بيبقى فيها البوهلر انجل zero عندك one of two options، اما ان احنا نعمل لهم conservative treatment وليتر fusion، يعني نحطه في جبس لمدة 3 اشهر وبعد 3 اشهر نعمل له fusion subtalar fusion. وفي الحالة دي subtalar fusion بيبقى صعب شوية، لكن انت بتحتاج انك انت ترجع تاني الكالكينيان بيتش انجل اللي هي الزاويه بتاعت الكالكينياس، بانك انت بتحط بون جرافت كبيره عشان تنزل الكالكينياس لتحت. ودي حاجه بنسميها ديستراكشن ارثروديزيس، ان انا بفتح السب تيلر جوينت واملى الحته ديت بتراي كورتيكال جرافت، بحيث ان التراي كورتيكال جرافت ديت تنزل لي الكالكينياس لتحت وتخليني ارجع الكالكينيان بيتش انجل تاني. ده لو انا عايز اعمل ليتر فيوجن، يعني هعالجه بجبس في الاول وبعد كده ليتر فيوجن. انما ريسنتلي ابتدى بعض الناس يتكلموا في حكايه ان انا اعمل برايمري فيوجن من البدايه. يعني حاله زي دي انا مش هقدر اريكونستراكت البوستيريور فاسيت مره ثانيه، طب اعمل فيها ايه؟ ابدا اعمل برايمري فيوجن وريدكشن، ان انا احاول انزل الكالكينيان تيوبروستي دوت وهو لسه مكسور، بحيث اصلح الكالكينيان بيتش انجل، احط جرافت موجوده هنا هو، واثبت بقى اعمل فيوجن اوف ذا سب تيلر جوينت. ولقوا طبعا ان الستاديز يعني لقوا منها واحده بتاعت باكلي ان في ايكوال ريزلتس بين الليت فيوجن والبرايمري فيوجن، ولكن الميزه فيها ان انا وفرت على العيان فتره اللي هو الثلاث اشهر اللي انا هاجلهم له دولت، بدل ما اخليه يستنى ثلاث اشهر وبعد كده اعمل له الديليت فيوجن واحتاج ان انا احط له جرافت كبيره وتراي كورتيكال والريدكشن يبقى صعب والكارتين بيتش انجل تبقى صعب، تكنيكالي بتبقى اصعب. ده اسهل بكتير لو انا انتظرت اسبوع اثنين بعد ما السوفت تيشو كونديشن يتحسن وابدا اعمل له، لحد ما السوفت تيشو كونديشن يتحسن وابدا اعمل له ايه البرايمري فيوجن ده. تمام يا رجاله؟ طيب يبقى ده الحاجات اللي ريليتد للفراكشر. يبقى تاني نرجع تاني، قلنا في حاجات ريليتد للبيشنت نفسه بتخلي الاوتكم يبقى مش حلو، وقلنا ان في حاجات ريليتد للفراكشر بتخلي الاوتكم يبقى مش حلو. تمام يا رجاله؟ طيب نيجي بقى السيرجري ريليتد فاكتور، اللي هي الحاجات اللي حضرتك ممكن تعملها وتؤدي في النهايه الى نتائج مش كويسه. ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجه البري اوبرتيف بلاننج، تاني حاجه التايمينج اوف سيرجري، ثالث حاجه الانسيجن والسوفت تيشو هاندلنج اثناء العمليه.
رابع حاجة الريدكشن ميثود والطريقة اللي عملت انت بيها ريدكشن. خامس حاجة طريقة الفيكسيشن اللي حضرتك عملتها. وخلينا ناخد واحدة من كل واحدة من الحاجات ديت، ايه هي التيبس والتريكس اللي موجودة فيها. نبدأ الأول في البري أوبرتيف بلان. لازم، لأن دي هاي انرجي تروما، يو هاف تو ايفالويت البيشنت از ا هول، لأن دي هاي انرجي تروما. هتشوف لو كان في فراكشر كالكينيوس، البايلاترال فراكشر كالكينيوس از كومن، الاسوشيتد فراكشر سباين بيبقى از فيري كومن. مهم جدا also the associated trauma اللي بتبقى موجوده في الفوت. في كتير من الاحيان بيبقى فيه ميد فوت انجري، تيوبر جوينت انجري، كالكينيوكيبويد جوينت انجري، في الانتيريو بروسيس اوف ذا تيلس نلاقيه فراكشر. فبالتالي كتير من الاحيان ابص الاقي حد عمل اكس راي كالكينيوس واكزيال كالكينيوس ونسي مثلا يعمل لي اكس راي على الفوت علشان اقدر ابص على الميد فوت هل فيها اسوشيتد انجري ولا لا، هل في اكستنشن اوف ذا فراكشر واصل للكالكينيوكيبويد ولا لا. انذر فيو مهمه قوي حاجه اسمها برودين فيو، دي كانت ليها قيمه زمان قبل السي تي سكان، انما هي قيمتها دلوقتي مينلي انترا اوبراتيف. انت وانت بتعمل العمليه بتحتاج ان انت تطمن ان الجوينت لاين راجع كويس، فالبرودين فيو دي بنقدر ان احنا نعملها نشوف. هي دلوقتي ملهاش قيمه قوي بعد السي تي سكان، لكن انت بتقدر تشوف الديسبيسمنت بسهوله في السي تي سكان، انما انترا اوبراتيف ما عندكش سي تي ومحتاج تشوف الجوينت كويس. البرودين فيو دي بنعملها ازاي؟ العيان بيبقى نايم سوباين، بيلف رجله في انترنال روتيشن 15 درجه، وببدا اخلي البيم يبقى موجود على الساينس ترساي، وابدا بحرك البيم ده هو كودل يعني في الاتجاه اللي هو بعيد عن راس العيان من 10 لحد 40 درجه، بيقدر يجيب لي بالتدريج different levels of the posterior facet، وبقدر اشوف فيه step ولا لا. الكلام ده انت تقدر تعمله انترا اوبريتيف علشان تشوف الالاينمنت دي بتاعت الجوين، وتشوف هل فعلا في proper reduction ولا في step موجوده اثناء العمليه. تمام يا شباب؟ يبقى دي البري اوبريتيف بلاننج الاولاني. السي تي سكان طبعا في الكراكشر كالكينيوس ليه اهميات كبيره قوي وهنتكلم عنها دلوقتي، انما اهم حاجه فيها ان هي بتديني ايديا عن الفراكشر تايب، عن الديسبيسمنت، وعن الويدز اوف كالكينيوس. يعني لو بصيت كده على الحاله ديت، ده النورمال ويدز بتاع الكالكينيوس من غير فراكشر، ده بعد الفراكشر، وبص قد ايه في لاترال وول بلو اوت، ودي حاجه مهمه جدا لازم نحطها في الاعتبار. بتوريني برضو الهايت بتاع الكالكينيوس، ده النورمال هايت بتاع الكالكينيوس موجود هنا. الناحيه الثانيه بص الكالكينيوس اسرت ازاي او بقت كومبريست ازاي نتيجه للفراكشر. فالسيت سكان ليها اهميه، بتديني هل في شورتنج، في لاترال بلو اوت كبير، بتديني تايب اوف فراكشر اخباره ايه للعيان دوت. تمام. الثري دايمنشنال سيت سكان بقت بتساعد قوي برضو دلوقتي انك انت تشوف الفراكشر جيومتري شكله ايه، وقد ايه في ديبريشن موجود، وهعمل بلاننج للسيرجري بتاعتي قد ايه، خصوصا لو كان في ساندرز تايب 2 تايب 3 اللي هو بيبقى فيها مور كومينيوشن، بتبقى محتاج تشوف عدد الفراجمنت، الديبريشن بتاعها قد ايه، بيديك تخيل اكتر من السي تي سكان العاديه. تمام كده يا رجاله؟ كده يبقى البري اوبريتيف بلاننج، جهز نفسك في العمليه باشعاعات على الفوت وعلى الانكل وعلى الكالكينيوس، وجهز نفسك بسي تي سكان على الكالكينيوس بحيث انك انت تقدر تشوف الفراكشر جيومتري. طب نيجي سؤال التايمينج اوف سيرجري، امتى نعمل العمليه بتاعت الفراكشر كالكينيوس؟ ها حد يقول لي كده، از ات ايمرجنسي لازم اعملها في اول يوم، هل اعملها في اول 48 ساعه، هل اعملها في اول اسبوع، هل اعملها في اول اسبوعين؟ ده اربع اختيارات. يلا اكتبوا لي كده على الشات، هل ايمرجنسي فراكشر كالكينيوس، ولا اعملها في اول 48 ساعه، ولا اعملها بعد اسبوع، ولا بعد اسبوعين؟ اكتبوا لنا على الشات كده. محدش بيكتب ليه؟ ثواني هفتح الشات يا بيه. في ناس كاتبة 3 weeks، في ناس كاتبة 2 weeks، في ناس كاتبة 2 days، مش عارف كاتبين 2 بقى دي ايه، في بعد اسبوعين. طيب في طبعا الناس الشاطرة كاتبة طبعا until
السوفت تيشو كونديشن او الرينكل ساين انتل ات ابيرز. فعلا هو ده التايمينج المظبوط. ولكن بس خد بالك ان في يعني في ستاديز كتير بتقول في ناس بتشتغل من اول يوم في الـ في الفراكشر كالكينياس لو شايفه ان الإديمة مش جامده او كده. بس ان جنرال الانسنس اوف كومبليكيشنز او الوند كومبليكيشن تبقى اعلى حاجه في اول 6 ايام، اعلى حاجه بتبقى اول 6 ايام، وبعد كده بتبقى اقل من 7 ل 13 يوم، وبتبقى اقل واقل بعد 14 يوم. انما المتفق عليه في البراكتس واغلب الاكسبرتس متفقين على ان احنا بننتظر لحاجه بنسميها الرينكل ساين، زي عيان يكون عنده الاديمه بالطريقه دي ما ينفعش افتح فيه خالص، بفضل مستني لحد ما يظهر عندي رينكل ساين بالطريقه دهيت، وان السوفت تيشو كونديشن بتاعتي تبقى اتحسنت. تمام، دي التايمينج اوف سيرجري. انت طب افرض بس ان الدنيا ما اتحسنتش قوي، هل في ليميت؟ يعني انا استنيت اسبوعين ولسه ما فيش فايده. في الحقيقه اغلب الليتريتشر بتقول يو شودنت ويت مور ذان 3 ويكس. لو استنيت اكتر من 3 ويكس الفراكشر بيبقى هيد، الريدكشن بيبقى اصعب، يبقى فكر في حاجه ثانيه. لو السوفت تيشو كونديشن زي مثلا اكسترنال فيكسيتور، في ناس بتعمل الكالكينياس بالاليزاروف، او اعمل البيركوتينياس ميثود اف بوسيبل، وما فيش مشكله في اماكن السكروز انك انت تحط السكروز في السكين. ده كده التايمينج اوف سيرجري اند وين تو دو ذا سيرجري. اتفقنا ان السكين رانكل تعملها دي اهم حاجه. If you do the surgery early, توقع ان ممكن يحصل sloughing، ممكن يحصل skin complications تبقى very high. طيب لو كان open fracture, in this case I should do an open fracture urgently. انا بعمل debridement للوند، بغسله وبعمل irrigation وبعمل preliminary fixation بوايرز او بشنزات لحد ما الدنيا تتحسن شويه، وبعد كده اعمل له definitive method of treatment. ده لو كان open fracture. تمام؟ النقطة الثانية في السيرجيكال تكنيكس غير التايمر اوف سيرجري از ذا انسيجن. طيب اغلبنا طبعا نعرف ان الانسيجن بتاع الكالكينياس اسمه ال ال اكستنسايل ابروتش، اللي هو حرف ال ال ده اللي بنروح as far as اللاترال بوردر بتاع التندون اكيليس، وبننزل as far as الجنكشن بين الوايت اند دارك سكين، وبنعمل ال ال شيب انسيجن ده اللي كلنا عارفينه. ليه ال L shape incision ده مهم؟ ليه لازم ابعد as far posterior as I can و as far plantar as I can علشان ما هورش الانستموزيس اوف blood vessels اللي بيبقى موجود عندي هنا اهو. دي السكين سبلاي بتاع السكين، السكين blood supply بتاع السكين هنا اهو is very vulnerable to injury. If you go through this cut of this area الانسنس اوف سلافينج بيبقى عالي جدا جدا جدا، فبي كيرفول ان انت تقطع السكين سبلاي او البلاد سبلاي بتاع السكين ان ذيس اريا. علشان كده افضل حاجه بالنسبه للكالكينياس ال ال اكستنسايل ابروتش، ببعد انا عن الانستوموزيس اللي بيبقى موجود هنا وببعد عن الانجري بتاعته. تمام؟ ده شكل الانسيجن. انا بدع اهو ده اللاترال بوردر اوف تندون اكيليس، باخد الانسيجن بتاعي بنزل على الجنكشن اوف دارك اند وايت سكين وباخدها. طيب دايما علشان ابدا الانسيجن بتاعي في ستراكشر تاني بخاف منه غير البلاد فيسز اللي هو الشورا النيرف. الشورا النيرف بيبقى ماشي من الفيبلا ورايح قدام هنا اهوت. انهي حته بيبقى عرضه فيها للاصابه؟ عند الديستال بارت هنا وعند البروكسيمال بارت هنا. فبالتالي دايما في الفراكشر كالكينياس احنا بنعمل الانسيجن بتاعنا ستارتنج فروم زيز اريا، من زيز انجل بنبدا فيها على طول في الحته دهي. تمام؟ وبعمل شارب ديسكشن وببدا اعمل بلانت ديسكشن للديستال اكستنشن او بلانت ديسكشن للبروكسيمال اكستنشن عشان ما اعورش الشورا النيرف. ودي الاريا الحمراء دي الاريا اوف بلاد سبلاي اللي هي النو تاتش. نقطه ثانيه مهمه جدا وانت بتعمل بلان للانسيجن بتاعك وانت بتقفله بقى، يعني بعد ما فتحته حاجه اقفله، تاخد بالك من حاجه وانت بتحط البليت، ان البليت بتاعتك ما تجيش في المكان بتاعه السكين انسيجن، لان دي واحده من ضمن الحاجات الشائعه جدا اللي بتخلي يحصل سلافنج للوند هنا، ان البليت يحصل لها انفكشن. دايما كده تزق البليت بتاعك مور بوستيريور او تجيبها تحت السكين فلاب هنا اهوت.
نيفر ايفر انك انت تحط البليت بتاعتك على اللاين بتاع الانسيجن، لان الانسدس اوف انفكشن بيعلى لو انت حطيتها في الاريا دي. اوكي يا شباب؟ طيب ده الشورا النيرف زي ما قلنا بيبقى موجود عندي ورا الميديا اللاترال مايلس، وتاخد بالك انك السيجن بتاعي ابدا من النص، بنعمل شارب ديسكشن، بتنزل داون تو زي بون، وبتحد الاسيستنت بتاعك بيشد الريتراكتور بتاعنا بحيث يعمل تنشن للفلاب، وبتبدا تعمل انت ديسكشن شارب ديسكشن، وتطلع بالتدريج لحد ما توصل للبرونياي، تقلبها معاك وتثبت بكي وايرز يعملوا لك ريتراكشن، بحيث انك انت تقدر تشوف الجوينت لاين موجود قدامك هنا اهوت، وادي البرونياي متاخدين مع الفلاب بتاعتك، واديك انت قالب الفلاب وبقت ريتراكتد بالواير بتاعنا هنا اهوت. الحته بتاعت الشورا النيرف هنا اهوت انت بتعمل لها بلانت ديسكشن، وفوق هنا بلانت ديسكشن، وبتتاخد مع السكين فلاب وبتطلع لفوق بعيد عنك كده. انا عامل اكسبوجر للجوينت وعامل اكسبوجر لللاترال وول كومبليتلي. واضحه كده يا رجاله؟ تمام. يبقى اول خطوه في البري اوبرتيف بلاننج في السيرجيكال تكنيكس البري اوبرتيف بلاننج، ثاني خطوه التايمنج اوف سيرجري، ثالث خطوه الانسيجن والسوفت تيشو هاندلنج. حضرتك لازم تبقى حريص جدا جدا، والا اذا ما عملتش حرص اثناء الانسيجن والسوفت تيشو هاندلنج يو ماي اند ان وان اوف ذيز اجلي بيكتشرز اللي موجودين. مؤخرا بقى في ابروتش كده لطيف وظريف وفي شائع وناس كتيره قوي بتتكلم عنه، اللي هو الساينس ترساي ابروتش، ان انا افتح على الساينس ترساي واعمل اكسبوجر للكاليكينيوس واقدر ان انا افتحها. والساينس ترساي ابروتش من ناحيه الكوزموتيك احسن من ناحيه الكوزموتيك احسن من ناحيه ان هو نفس الانسيجن اللي انا ممكن استخدمه لو العيان احتاج بعد كده ان انا اعمله سب تيلر فيوجن، فبالتالي انا مش ال انسيجن ده بعيد عنه. ففي مميزات في الساينس ترساي ابروتش. عيب الساينس ترساي ابروتش ان ايه؟ ان هو ما ينفعش لكل الحالات. ينفع في الحالات سيلكتد كيسز اللي فيها لاترال وول ثرو اوت او لاترال وول ديبريشن او لاترال فاسيت او بوسيرو فاسيت لاترال بارت ديبريشن، انما ما يكونش في سنترال فراجمنتس. يعني زي الحاله اللي موجوده عندنا دي حاله لطيفه قوي، انا لو فتحت عندنا ساينس ترساي ابروتش هقدر اشوف الفراجمنت بسهوله واقدر ارجعها. انما لو في فراكشر لاين ثاني موجود هنا اللي هو سي تايب والسنترال بارت ده ديبريست، هيبقى صعب جدا ان انا اعمل ساينس ترساي ابروتش. الحاجه المهمه برضو في الساينس ترساي ابروتش انك انت لازم تكون اكسبرت فيه، لانك انت لو فتحت الساينس ترساي ابروتش وما عرفتش ترجعها بسهوله انت هيبقى صعب جدا جدا تفتح تاني ال شيب انسيجن بعد ما فتحت هنا. الحاله دي هتبقى صعب جدا ان انا اعمل كومباينيشن للتو انسيجنز، فيري فيري ديفيكالت. فبي كيرفول اف يو ديسايد ان انت تفتح ساينس ترساي، يبقى لازم تبقى اكسبرت عامل بلاننج كويس وعارف وشايف ان الفراجمنت بتاعتي ديبريست وموجوده مني لاترالي، فبالتالي انا هقدر اصلحها بسهوله. نقطه ثانيه برضو من عيوب الساينس ترساي ابروتش ان الفيروس مال الاينمنت انا ما بشوفهاش بعيني، لان كل السيروتي بروستي تحت السكين، فانا بعتمد ان انا هرجعها كلوزد ريدكشن تحت الايمج وانا برجع الفراجمنت، فبالتالي بحتاج احط شانز عشان ارجع الفراجمنت لمكانها، ومش هقدر اصلح الفيروس الا اذا كان العيان ده هو الا بالايمج اتسفاير، مش هقدر اشوف الفيروس كوركشن زي ما بشوفه في الاوبن كيسز العاديه. تمام؟ ده مثلا حاله لساينس ترساي ابروتش. احنا بنفتح الانسيجن ده المارك بتاعنا على السب تيلر زي ما بنعمل عادي خالص سب تيلر فيوجن. ادي هو انا عملت اكسبوجر للجوينت، شايفين الفراجمنت؟ شايف الفراجمنت برجعها ازاي؟ بس دي الحاله بتاعت السي تي اللي انتم شفتوه. بروح مثبت الفراجمنت اللي هو بتاع ده بالسكرو، وبعمل البليت بتاعتي مره ثانيه. البليتس بتاعتها دي بتبقى سبيشال بليتس بنسميها ساينس ترساي بليتس، اللي هي شكلها بيبقى عامل كده. البليت ديت بتبقى لطيفه قوي، في بعض الشركات بتجيبها، لانك انت ميزتها ان هي طبعا بتبقى واخده الكيرف بتاع البوستيريو فاسيت، وبتبقى عامله لك حته الانتيريو فاسيت ان هو تقدر تثبتها بيها، فبتبقى لطيفه يعني احسن من البليت الثانيه. وده بعد الفيكسيشن والجوينت بتتحرك وراجعه بصوره كويسه قوي، ودي الفولو اب بتاعت العيان ليتر اون
متثبت بصوره كويسه. ممكن طبعا بعد ما ارجع البوستيريوتيوبروستي زي ما عملنا هنا في الحاله دي، البوستيريوتيوبروستي وانا برجعه بروح مثبته بواير، وبعد ما اخلص ممكن اثبته بسكرو زي الحاله دي بالظبط، عملنا لها ساينس ترساي وبليت ومعاها سكرو. طيب خد بالك بقى انك انت لو ما عملتش اهم حاجه عشان امنع السبتيرايسايتس ان انا اعمل بروبر ريدكشن، لو ما عملتش البروبر ريدكشن اللي احنا قلنا عليه هتلاقي العيان ده هو حصل له اوستيوارثرايتس، ودي حاله انا بسميها internal decoration. They did nothing, just put plate without any trial ان هو to reduce، وطبعا العيان مش هيستفيد منها خالص. تمام. الريدكشن يتم ازاي؟ ان انا اعمل restoration of height, الارتيكولار سيرفيس, اللينس, الالاينمنت. والكلام ده هو طبعا بيتم بتريبس كتيره جدا. اول حاجه ان انا بعمل ريدكشن للبوستيريوتيوبروستي فراجمنت بشانز زي اللي احنا عملناه هنا اهوت، وبعد كده ارفع الارتيكولار سيرفيس فراجمنت تاني، ده شانز اهوت، ده طريقه الريدكشن. انا كده صلحت الفيروس بالشانز ده اهوت، وبعدين بعد ما بصلح الفيروس بروح رافع الارتيكولار سيرفيس فراجمنت واثبتها بريليمينري بكي واير، وبعد ما ثبتها بثبت بسكروز، وبعد كده ببدا احط البليت بتاعتي، وده الشكل الطبيعي الكم. هل محتاج جرافت تعمل سبورت للكلام ده؟ طبعا لا، محدش بيحط جرافت خالص، زيز فويد والفيل سون بعد شويه هيتملي بدون اي نيد للجرافت. Which plate is better عشان اعمل الفيكسيشن؟ كل البليتس ديت از يعني الاشكال المختلفه دي بتاعتنا از فاليد، منها لوكد ومنها مش لوكد. طبعا اللوكد بيبقى احسن، لان بالذات في الحالات الكوميونيتد او في الحالات شويه الكاكينياس بتبقى الهولد بتاع السكروز فيها بيبقى ضعيف شويه، فبيبقى اتس بيتر ان انا استخدم لوكد في كتير من الحالات بستخدمه. خد بالك ان مش كل البليتس بتبقى مناسبه، بعض الناس بتحط البليتس اللي هي تي بليتس، بعض الناس بتحط بليتس نوت ديزاين فور كالكينياس زي ال 1/3 تيوبلر. في الحقيقه يعني it is not designed for calcaneus، وبتحصل كولابس later on والجوينت بيرجع يدبرس، فان ما كانش في proper fixation it will lose its integrity وهيحصل كولابس مره ثانيه. طيب if you did bad reduction and bad fixation expect ان يحصل osteoarthritis with some of the complications followed by the bad reduction and fixation. منهم مثلا ان عدم ان انا ما رجعش lateral wall كويس، مثلا العيان هيشتكي من حاجه بنسميها ايه؟ هيسموها fibular impingement او calcaneofibular impingement زي اللي احنا شايفينه هنا دلوقتي. العيان ممكن يحصل له من peroneal dislocation زي هنا زي ما احنا شايفين البرونيال tubercle اتكسر ما رجعناش كويس، البرونيال هتبقى ديسلوكيتد. الويدث بتاعت الهيل بيعرض، وكتير من العيانين يقول لك الجزمه، مشكله في الجزمه ان انا مش عارف البس جزمه مقاس واحد، اليمين اعرض من الشمال بكتير، مش عارف يلبس جزمه مقاس واحد. الهايت برضه نفس القصه، غير طبعا السبتيلر ارثرايتس والبين اللي بيبقى موجود بتاعه. طيب الكرنت ايفيدنس بقى على الاوتكم بتاع السيرجيكال مانجمنت، طبعا السيستماتيك ريفيو اللي كنا قلناها القديمه ديت قلناها ان هو كان بيقولوا ان يعني ما فيش بيج ديفرنس. اغلب السيستماتيك ريفيوز اللي موجوده دلوقتي بتقول ان في ارياز اوف اجريمنت موجوده ما بينها، ان السيرجيكال مانجمنت ليها مميزات، الريتيرن تو نورمال شوز ان يقدر يلبس جزم عاديه ده احسن، الازنس اوف سبتيلر ارثرايتس بيبقى اقل، الريتيرن تو سيم ورك بيبقى اعلى، الريزيديوال بين عند العيان متساوي، يعني خد بالك اللي بتعالجه كونزرفتيف واللي بتعالجه سيرجيكال بيجي يشتكي من ان في ريزيديوال بين موجود عنده. الحاجه بس اللي بتبقى رزله قوي ودي لقوها في كل البيبرز متفقين عليها، ودي انتوا نفسكم حتى تبع مستشفى التامين فهتلاقوها متكرره، شكوى العيان المستمره بتاع التامين، بالذات العيان اللي له تامين. الساتسفاكشن اوف ذيس بيشنتس اللي ليهم ورك كومبنسيشن بيبقى اقل بكتير قوي من النون ورك كومبنسيتد، لان غالبا الحادثه دي بتحصل نتيجه للسقوط وحادثه عمل، والعيان عايز يستنزف اطول فتره ممكن من الاجازه،
فكل الاستاديز مطلعه ان الجروب اللي بتبقى ليها ورك كومبنسيشن بتبقى الساتسفاكشن فيها بيبقى اقل وعمر العيان بيبقى مبسوط. ودي ملاحظه حطوها من سنه 2009 لحد دلوقتي ان الورك كومبنسيشن جروب دي بتبقى للساتسفاي. طبعا الوند كومبليكيشنز تبقى اعلى مع السيرجري. ده لو هنقارن بين النوعين. في ستاديز ثانيه برضو طلعت ان الراديولوجيكال فايندنجز مع السيرجيكال اوت كام از بيتر، بس مفيش حد قادر يثبت ان الفانكشنال اوت كام ستيل بيتر حتى الان. دي اغلب الليتريتشر اللي طلع. التيك هوم مسج يا شباب، كومبليكيشنز ليها فاكتورز كتير، ما تنساش البيشنت ريليتد فاكتور، السيرجري ريليتد فاكتور، اند فراكشر ريليتد فاكتور. ان انت تو بريدكت ان ممكن يحصل مشاكل للحاله دي، لازم الايتيمز اللي احنا قلناها دي تكون في بالك بيفور يو جو فور سيرجري فور كالكينيس. اهم حاجه تتقلل السيرجيكال ريليتد كومبليكيشنز او بروبلمز، البروبر ديسيجن ميكينج، اختيار البيشنت اللي هتعمله العمليه، التايمينج اوف سيرجري، البلاننج، واخر حاجه انك تعمل بروبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. شكرا جزيلا ليكم يا شباب، اتمنى بس تكون استفدتوا من المحاضره دي، وانا طبعا في انتظار الاسئله بتاعتكم، وتفضلوا يعني اللي يحب يسال سؤال. كونسرف تريتمنت يا بي حضرتك يعني بتحب لو في كونسرف تريتمنت ديسيجن البروتوكول بيبقى اول 48 ساعه انا بحط له الاستيك بانديج وتلج ورايس وياخد تريتمنت. بعد 48 ساعه بعمل له سلاب او كاست ليكون الاديمه سبسايدد شويه، وبتفضل موجوده لمده 6 اسابيع. اهم حاجه بس النون ويت بيرنج في خلال الست اسابيع دولت. طبعا الهيلينج اوف فراكشر كالكينيس ده بيبقى يعني فيري كومون، يعني ما شفتش انا حاله نون يونايتد كالكينيس تقريبا حتى الان يعني. فالاهم حاجه بس اول 48 ساعه بيبقى الانسيدنس اوف الانسيدنس اوف بوليز والمشاكل دي بتبقى عاليه، فلازم انتي اديما ميجر ياخدها العيان. تمام. بالنسبه للدايركشن اوف سكروز اند بليت لوكيشن، ممكن نقولها سريعه تاني؟ دايركشن اوف سكروز اند بليت لوكيشن. طيب خلينا ناخد الجزء ده هوت، افتح لك ال اتفضل يا فندم الوايت شارت. انا في فيديو بس هو كمان الكوبي رايت بتاعته، بس مش هعرف اعرضه عشان الكوبي رايت بتاعته هو تبع الاي او بتاع الريدكشن اوف فراكشر كالكينيس، بس انا هحاول اشرحها لكم كده بالوايت بورد. تمام. بصوا يا شباب، دلوقتي انت لازم تفهم شكل الكالكينيس الاول. ادي دي كده ايه؟ سيرو فاست، وكده في عندنا قدام انتيرو فاست، وادي انتيرو بروسيس، وادي الكالكينيس اهي. تمام. اوكي، انا عندي دي مفصوله، ففي عندي فراجمنت ورا هنا بنسميها ايه؟ تيوبوزيتي فراجمنت. وفي عندي هنا اهوت فراجمنت سقطه لاترالي، دي بنسميها ايه؟ اللاترال فراجمنت. لو بصيت بقى على الكالكينيوس من فوق توب فيو الشكل بيبقى عامل ازاي يا ولاد؟ كده. تمام؟ ادي البسيرو فاست، صح كده يا رجاله؟ وادي الميدل فاست، احنا هنا ميديالي، وادي الانتيريور فاسيت موجوده قدام. اوكي، الحته اللاترال مكسوره فين؟ دكتور اسامه هنا. اوكي كده، دي الحته اللاترال مكسوره، وبقيه التيوبوزيتيف فراجمنت اللي ورا دي اللي مكسوره بالطريقه دي. اذا فالدايركشن بتوع السكروز، لما اتخيل اتجاهات الكسر اقدر افهم الدايركشن بتاعت السكروز. لما اجي هثبت الفراجمنت ديت، تمام؟ لو فرضنا بقى ان البرايمري فراكشر لاين برضو اللي موجود عندي ده اكستندنج لقدام لورا كده، انهي جزء از كونستانت؟ انهي جزء هو اللي ثابت؟ الاساس عندي موجود عندي، يعني ده سؤال حتى ام سي كيو دايما بيجي لكم
بس انتوا حفظتوه مع الوقت بس مش فاهمينه، يعني انهي جزء هو الكونستنت، انهي انا دايما لما اجي بقى في عندي كسر فراكشر شافت فيمر مثلا، الهيب في مكانه مش ديسلوكيتد وميد شافت، انا برجع ايه؟ انهي الكونستنت وانهي المتحرك؟ انهي الثابت وانهي المتحرك؟ ردوا عليا كده في الشات. تمام. هنا الجزء الثابت الجزء الميديال، ده الجزء ده الثابت، ده الميديال بارت، ده اللي بيبقى ثابت. تمام. فالدايركشن اوف سكروز بتاعتي دايما بوجهها ناحيه الجزء الثابت. احسن حاجه وافضل حاجه تقدر تمسك ان انا اخد السكروز بتاعتي دي تبقى متجهه ناحيه السستنتاكيولار انكلاين بالطريقه دي، يبقى السكروز اللي هتمسك لي الفراجمنت بتاعتي تبقى متجهه ناحيه الكونستانت فراجمنت. طب لو انا عندي الكسر ما هواش اللي هو مثلا تايب سي، ان الجزء الميديا نفسه ديبريست او واقع، تمام، ده طبعا من اصعب الحاجات انك انت تقدر ترجعه، بيبقى صعب جدا، بحتاج ان انا ارفع الكونستانت فراجمنت واثبتها بريليمينري بواير في قلب التيلس عشان اضمن ان هي بقت ثابته في مكانها، وبعد كده اللاترال فراجمنت اللي هي عندي بقت كونستانت دلوقتي لان الميديال هي اللي مكسوره، بروح جاي واخد السكروز بتاعتي علشان تمسك في السستنتاكيولار انكلاين اللي موجوده ميديال الناحيه الثانيه. واضحه كده يا شباب؟ يبقى انا بشوف انهي كونستانت فراجمنت. موست كومن تايب اوف فراكشرز اللي هي بتبقى A وB، فبالتالي بيبقى في عندي اللاترال بارت هو اللي متحرك والميديال بارت هو الكونستانت، ده اغلب الفراكشرز. بعمل ايه؟ برجع دولت على الكونستانت فراجمنت واثبتهم بسكروز. لو الا في تايب سي، لو السستنتاكيولم سقط او الميديال بارت سائط والفراكشر لاين بتاعي موجود سو ميديال، in this case I have to elevate وان انا اثبتها بكونستانت فراجمنت. بعض الناس بتعمل ابروتش تاني مخصوص للسستنتاكيولم لو هي مكسوره. الابروتش ده اسمه ايه؟ الابروتش دوت اسمه سستنتاكيولار ابروتش او ميديال كالكينيوس ابروتش. ادوني دقيقه هفتحه لكم وهوريه لكم، لان ده مش كوبي رايت، ده بتاعي انا، ده انا اللي عامله، فهوريه لكم دلوقتي حالا. لحظه واحده. طيب هفتحه لكم دلوقتي اهو، دقيقه. طيب ده السستنتاكيولار ابروتش، حواليك انا بيتعمل ازاي. اوكي، هعمله دلوقتي اهوت يا دكتور. واضح كده يا دكتور محمد عندكم؟ يا فندم ظهر الفيديو. طيب ده السستنتاكيولار ابروتش، هنعتبر ان دي عندنا الميديال ماليلس ودي عندنا النافيكولار. اول عظمه تحت الميديال ماليلس هي السستنتاكيولم ديلاي، بفتح ترانسفيرس لونجيتودينال انسيجن سنترد على السستنتاكيولم ديلاي. تمام، بفتح الديب فاشيا او الكرورال فاشيا، وبعد كده بعمل ديسكشن. بعد ما افتح الديب فاشيا دي، بفتح الديب فاشيا عندي، بيقابلني تندون شيس، بفتحه. ده بتاع مين بقى يا شباب؟ ده بتاع بتاع الفليكسور ديجيتورم لونجس، وفوقيها التندون بتاع التيبياليس بوستيريو. بخش في الابروتش ده ما بين الفليكسور ديجيتورم لونجس وما بين التيبياليس بوستيريو، بلاقي السستنتاكيولم موجوده قدامي.
لو لقيتها مكسوره ادي اول تندون اهو تحت اللي فوق ده تيبياليس والسيريور واللي جوه ده الفليكسور ديجيتورم لونجس. تمام، بفتح الشيس من هنا. واضح يا دكتور محمد ولا مش شايفينه يا شباب؟ واضحه يا بي. تمام، بلاقي نفسي ما بين الاثنين، وادي السستنتاكلم فيري كلير يعني بتهيألي كلنا شايفينها اهوت، دي السستنتاكلم تلاي. بقدر ان انا انضفها واعمل لها اكسبوجر ارجعها. لو حبيت ان انا احط بليت او سكروز، طبعا انا بفضل دايما ان انا احط سكروز في النوعيه دي من البليتس. في سستنتاكلم بليتس موجوده في بعض الكومبانيز، ولكن السكروز بتبقى انف ان انا امسكها فيها. ده بدل ما اعمل ايه بقى يا اولاد؟ احنا قلنا دي امتى بنلجا اليها؟ بنلجا اليها لما يكون في عندي سستنتاكلر فراكشر وانا مش عايز ان انا اثبتها فروم لاترال تو ميديا، لان لما بثبتها من لاترال تو ميديا انا معتمد على المسريت سكروز هتشدها لي على لاترال. انما الصح ان انا امسكها فروم ميديال تو لاترال، فبفتح عليها ميديال ابروتش. تمام كده يا رجاله؟ ده الدايركشن اوف سكروز بالنسبه للارتيكولار فراجمنت. بالنسبه للفراجمنت بقى تي بوزيتيف فراجمنت، بعد ما بنرجع تي بوزيتيف فراجمنت انا بحط سكرو بمسكها في الانتيريور بارت بتاع اي جزء، يعني هي تي بوزيتيف فراجمنت مكسوره من هنا، اي جزء انتيريور بمسكها فيه، فده ما بيبقاش فيه اي مشكله. كده الدايركشنز بتاعت السكروز. البليت اللي بعد كده بنحطها دي بتبقى باتراسنج بليت، يعني انا بعتمد في الريدكشن على السكروز اللي انا حطيتها، والبليت بعد كده بيبقى دورها باترسنج بتمسك الفراجمنتس مع بعضيها يعني. بس كده. تسلم يا باشا. طيب الساندرز كلاسيفيكيشن معتمد على الاكزيال كات ولا الكورونال كات في السي تي؟ لا، على الاكزيال كاتس. دي الاكزيال كاتس، الكورونال كاتس دي بتبقى حاجه ثانيه. تمام. طيب بالنسبه لي انا معلش الناس كلها عماله تشكر حضرتك، الاسئله دخلت مع الشكر. طيب البيركوتينيوس فيكسيشن بقى يا بي حضرتك ايه رايك فيه؟ البيركوتينيوس فيكسيشن ليه برضو تاني سيلكتد كيسز، مش اي حالات احنا نعملها. والبيركوتينيوس فيكسيشن ينفع في الحالات اللي هي ساندرز تايب 2 لاترال وول برضو زي بتاعت الساينس ترساي ابروتش. بصوا يا شباب، مش شطاره ان انا اعمل حاجه مينيمالي انفيزيف للعيان وفي نفس الوقت انا بضره، ما قدرتش اعمل له ريدكشن كويس. If you have only Sanders type 2A والديسبليسد فراجمنت موجوده لاترالي، وتقدر ان انت تفتح فتحه صغيره تسقها بالاوستيوتوم لفوق وتثبت السكروز بتاعك، اتس اوكي. فيما عدا ذلك I have to do open surgery. انما حكايه ان انا اعمل بيركوتينيوس فيكسيشن في ساندرز تايب 2 بي او تايب 2 سي او تايب 3 ذيس از نونسنس، يعني ده مش مقنع اطلاقا. ده احنا بنشوفها بالعافيه اوبن، فما بالك لما بتبقى بقى في بيركوتينيوس هتعملها ازاي. في بعض الناس بتستخدم البيركوتينيوس ميثودز في ساندرز تايب 4 كنوع من انواع المحايله، يعني انا مثلا دكتور هاني موافي، دكتور خالد عماره كانوا بيستخدموا الاليزاروف في تايب 4. ايه الهدف؟ ان انا بس بريستور هايت ولينس، مش مهم قوي ارتكلر سيرفيس، كده كده العين هيحتاج فيوجن، بس بريستور الهايت واللينس بحاجه ميني انفيزيف لحد ما اعمل للعين ده هوت السيرجري الديفينيتيف بتاعته. تمام، فدي الفكره بتاعتها يعني. انما بيركوتينيوس فيكسيشن از ايديال في تايب 2A، لو انا عندي فراجمنت موجوده لاترال اقدر ان انا اعملها اكسس بسهوله واقدر ان انا اثبتها بالكوتينيوس. تمام يا فندم. برضه نفس القصه ارثروسكوبيك اسيستد. بصراحه انا كنت برضه وانا صغير شويه كده من حوالي مثلا ايام ما كنت الدكتوراه بتاعتي كنت متحمس قوي احط السكوب في اي حته يعني. فكان من ضمن الحاجات كانت طالعه موضه الارثروسكوبيك اسيستد كالكينيان فيكسيشن. تمام؟ طبعا الحالات الوحيده اللي ممكن نعملها تايب 2A، فيما عدا ذلك يو كان دو خالص، يعني مستحيل حتى وانت شايف الفراجمنت بالسكوب، يعني شوف السكوب بيديك فيجواليزيشن حلو قوي، بس طبعا تكنيكالي فيري فيري ديفيكالت ان انا اكون حاطط السكوب وارفع السنترال فراجمنت واجي اثبت الكلام، لا صعب جدا جدا. فهو التايب 2A دي الحاجه الوحيده اللي ممكن نعملها في الميني انفيزيف
سواء كان ساينس ترساي ابروتش او بيركوتينيوس او الارثروسكوبيك اسيست. تمام يا فندم. طيب في سؤال بالنسبه لو في تانك تايب وعامل امبنجمنت او يعني عجلت نفسه يعني ده ايمرجنسي ده نتعامل معاه ازاي؟ التانك تايب دوت هو المشكله فيه انك انت يو كانت ويت تو ماتش تايم، وده الابروتش بتاعه مش الكلاسيك اللي هو الابروتش بتاعنا. انت بتعمل يا اما ميديال بارا باتيلر بارا اكيليس، يا اما لاترال بارا اكيليس، يا اما ترانس اكيليس. انا بحب طبعا اللاترال بارا اكيليس بيبقى اسهل، فبالتالي هو بعيد عن الحته بتاعت السكين والشكل الثاني يعني بتاعها. فده الوحيد في الفراكشر كالكينيس اللي احنا بنعمله ايرجنت، ان انا بعمله قبل السكين سلافينج، لان الفراجمنت دي اول ما بتعلى بتبقى عامله كومبريشن على السكين جامد، وممكن يحصل سكين سلافينج. ففي الحاله ديت اتس بيتر ان انا اعملها از ايرلي از اي كان، والريدكشن بتاعها بيبقى سهل خالص، ان انا بريس الفراجمنت واثبتها بسكروز كومبريشن سكروز، او في ساعات بنحط وان سيرد تيوبلر بليت وبنتنيها بتبقى عامله زي حرف يو، وبنثبت من فوق ولاترالي، لان بس في كتير من الاحيان السكروز اللي انا بحطها دي بلاقيها شلحت وخدت الفراجمنت التانج تايب ده خدها معايا لفوق. تمام تمام يا فندم. طب بالنسبه بقى لو عندنا فراكشر بايلاترال كالكينيس، ايه التيبس اللي حضرتك يعني تنصحنا بيها؟ فراكشر بايلاترال كالكينيس. طيب هو التيبس طبعا ده كومن ان انا الاقي بايلاترال فراكشر كالكينيس. مشكله البايلاترال فراكشر كالكينيس طبعا هو البوزيشننج بتاع البيشنت اثناء العمليه، لانك انت بتحتاج غصب عنك انك انت تفك الاستراليزيشن وتقلب العيان لاترالي. يعني احنا ما قلناش البوزيشننج بتاع الكالكينيس، طبعا السوباين بوزيشن ان انا اقلب الرجل شويه او اعمل انترنال روتيشن، دي از فيري فيري ديفيكالت كايمج انتنسيفاير وكطريقه ان انا اشوف واعمل ريدكشن واستخدم الشانس والكلام ده كله. بليز يا اولادي بليز السوباين بوزيشن ما تعملهوش، هو اللاترال بوزيشن فور فراكشر كالكينيس ده ايزي وسهل، والايمج بيخش ويخرج بسهوله، وبتقدر تعمل ريدكشن وتراكشن للتيبروستي فراجمنت وبتشوف الجوينت كويس. يعني هو ده الابروتش البوزيشن ايديا. مشكله بس في البايلاترال ان انت بتحتاج انك انت تو تشينج دريبنج، بعد ما بتخلص ناحيه بتقلب العيان على الناحيه الثانيه وبتعملها. طبعا انت ممكن تعملها لو عاده بقى البايلاترال ده لو جاي ايزوليتد ومعهوش سباين ومعهوش حاجات ثانيه بتعملهم مره واحده، انما لو كان معاه حاجات تانية انا بفضل هم بيعملوا له السباين اشتغل ناحيه، وبعد كده بعد اسبوع او 10 ايام اشتغل الناحيه التانيه. دي التيبس بتاعتها بس في البوزيشننج. ما تستخدمش بوزيشن ما انتش مرتاح فيه. البرون بوزيشن طبعا بيبقى ديفيكلت. لو في واحده منهم تنفع ميني انفيزيف اعملها ميني انفيزيف بحيث ما تفتحش الاثنين يعني. بس تمام يا فندم. طيب بالنسبه لو معاه تيلس بقى فراكشر كالكينيس ومعاه تيلس، طبعا يعني هي كالكينيس وتيلس صح؟ يا فندم. طيب بص دلوقتي الفراكشر نيك تيلس، خلينا برضو نتكلم في الفراكشر نيك تيلس، ودي هناخد محاضره الجايه دي هتبقى على الفراكشر نيك تيلس. يعني فراكشر نيك تيلس هو طبعا الغالبيه العظمى من الناس بتشتغل الفراكشر نيك تيلس بتعتبرها امرجنسي ولازم ان هي تتعمل في الاول ونثبتها عشان الاسنس اوف افاسكولار نيكروزس. ولكن الامرجنسي دي اف يو هاف سكين اكستنسيف سكين بروبلم وتروما زي دي فيها فراكشر كالكينيس وفيها فراكشر نيك تيلس، يو هاف تو ويت انتل اوبتمايزيشن اوف ذا سكين كونديشن. يعني حتى ايفن اف يو ويت تو 5 6 دايز لحد ما الدنيا تتحسن شويه يو هاف تو ويت. تمام. الكالكينيس هتعملها عادي من ال اكسنسايل ابروتش، وبالنسبه للتيلس انت هتشتغلها على حسب بقى يعني الوضع بتاعها ايه، بس انت ممكن تشتغلها سنجل ابروتش دورسال ابروتش اور تو ابروتشز، يعني على حسب الوضع بتاعها ايه. يعني دايما اما يكون في مالتيبل سكين انسيجنز في السكين اند ار جوينج تو ورك، بي كيرفول من الرول بتاعه الديستنس ما بين الديفرنت انسيجنز.
والقاعده دايما بتقول انك انت لازم تسيب مسافه ما بين every two incisions تبقى equal to half the length of the longest incision. بمعنى ايه؟ لو انا هعمل incision 10 سنتي وجنبيه incision تاني هيبقى 5 سنتي او 4 سنتي مثلا، اشوف الطويل طوله قد ايه وابعد مسافه بين الاثنين تبقى نص الطويل، يعني ابعد مسافه على الاقل 5 سنتي علشان اعمل incision التاني. بس كده. تمام يا بيه. طب بالنسبه بقى لساندرز تايب 4، حضرتك دلوقتي تحب تعمل برايمري ارثوديسيس ولا ديليد ارثوديسيس؟ والله احنا عندنا رساله لطيفه قوي للدكتور بشوي، رساله دكتوراه انا مشرف عليه فيها، اللي هو ان احنا بنعمل كومباريتيف بين البرايمري والديليد ارثوديسيس. انا كشخص انا احب اكتر البرايمري كميال ليه، انما في الحقيقه الليتريتشر لسه ما بينتش اي فرق وما فيش حاجه سترونج، يعتبر تقريبا دي اول كومباريتيف ستادي تتعمل على لارج نمبر اوف بيشنتس. يعني اغلب الحاجات بتبقى اما ليفل 2 ليفل 1 ايفيدنس او سوري ليفل 4 ايفيدنس او ليفل 3 ايفيدنس، انما ما فيش حاجات ليفل 1 ايفيدنس زي اللي احنا بنعملها دلوقتي. ليه انا ميال للبرايمري ارثروديزيس من الاول؟ لان ببص للتايم فاكتور بالنسبه للعيان. انا هسيب العيان 3 اشهر محطوط في كونزرفتيف تريتمنت، وبعد الثلاث اشهر دول ابدا اعمل له بعدها الفيوجن، وبعمل له الفيوجن في وضع كالكينس فيه سيء جدا، شورت وديبريسد ومش ولا بد يعني، فبضطر احط له لارج بون جرافت واعمل له ديستراكشن ارثروديزيس، وكمان الكالكينس بتبقى عريضه شويه فبتضطر تشيل شويه من اللاترال وول. All of these بيخلي العملية مش حلو. So I prefer ان انا اعمل اللي عند هو اعمل له primary arthrodesis باستخدام ان انا ارجع الكالكينيس والغي الجوينت خالص اعمل له فيوجن. تمام يا فندم. طيب بالنسبة لاستخدام الاكسترنال فيكسيتورز بقى في الفراكشر كالكينيس، تمام، يعني رأي حضرتك ايه؟ دي انديكيشنز، طبعا الانديكيشنز بتاعته ان يكون في حالات الاوبن فراكشرز، طبعا دي رقم واحد بتاعت الفراكشر كالكينيس. رقم اثنين في ساندرز تايب 4 ممكن استخدم الاكسترنال فيكسيتور از ا ميثود فور ان انا اعمل ريستوريشن اوف هايت اند لينث لحد ما اعمل ديليت فيوجن بعد كده. بالنسبه بالنسبه لاستخداماته في الاذر تايبس اوف ساندرز كلاسيفيكيشن لا، لان هو طبعا الايزورف انا شخصيا ما بحبوش، ثانيا مش هيديني الاكيوراسي ان انا ارجع في الارتيكولار سيرفس كويس، فبالتالي ملوش استخدام في تايب 2 و 3 ليست ولا 1 طبعا، انما ليه استخدام في الاوبن فراكشرز وليه استخدام في ساندرز تايب 4. تمام يا فندم. طيب هل في مشكله ان احنا نعمل دبل او انسيجن يعني ميديال ولاترال ولا ما انت محتاجه ليه؟ على حسب الكسر يعني احنا انا قصدي لو احتاجناه ممكن نعمله، ما هو امتى هحتاجه يعني؟ ما هو يا اما الكسر يا اما A يا B يا C. هو في C ممكن تحتاجه سيستنتاكل فراكشر بس تحتاجه، انما انت الباقي مش محتاجه. تمام. Do we need to correct the valgus malalignment in extra-articular fracture in conservative treatment? Extra-articular fracture and conservative treatment لو فيها malalignment and correctable لو قدرت تعمل له closed reduction اعمل له، انما لو هو مش correctable ما تعمل open reduction او اعمل closed reduction بأسكس لوبريستي وثبته بسكروز you can do it. انما الاكسترا ارتيكولار عموما يعني فراكشرز اغلبها ما بتحتاجش اوبن سيرجري، يعني لو هي فيها مال الاينمنت اعمل لها كلوزد ريدكشن اور يدو كلوزد ريدكشن اند بيركوتينيوس فيكسيشن. تمام يا فندم. طيب احنا لو ثبتنا يعني لو سيرجيكال اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن احنا امتى نقول العيان يدوس على رجله والبوست اوبراتيف بروتوكول يعني لمده قد ايه؟ بعد عادة الفراكشر كلينس از رابيدلي هيلينج. خد بالك في حاجة ان واحدة من ضمن الحاجات اللي تقلل
وعندي حاله لطيفه قوي كانت لسه عندي في العياده امبارح في المتابعه يعني. I was happy with this case يعني. ليه؟ لان الفيكسيشن طبعا كان كويس وانا مطمن على الفيكسيشن. فمجرد بس بعد اربع اسابيع انا شلت الكاست خالص. And I asked the patient to start range of motion ankle and subtalar joint. فطبعا التمارين بتاعت subtalar joint انا بخليه يلف رجله قدام والورا اللي هو inversion inversion يعني. مع non-wood bearing تمام؟ الحقيقه لقيت العيان جالي في المتابعه يعني بعد ثلاث اشهر very satisfying range of motion. If you are satisfied with your fixation وحاسس ان مفيش حاجه unstable وان السكروز بتاعتك اللي ماسكه الارتيكولار فراجمنت كويسه, you can start as early as you can range of motion يعني بكتير وقوي شهر ثلاث اسابيع. You can ask the patient to start. الويت بيرنج اجله بس الرينج اوف موشن دونت ديلي الرينج اوف موشن بتاع السبتيلر والانكل, وده بيفرق قوي بالنسبه للعيان. الكلاسيك طبعا في الحالات الاغلبها ان انا بعد العمليه بحط له باك سلاب, بشيل الغرز على ست اسابيع سوري على اسبوعين, وبعد كده الباك سلاب او الكاست بشيلها على ست اسابيع وبيبدا رينج اوف موشن والويت بيرنج عند ست اسابيع بقى. تمام يا فندم. طب معلش يعني في سؤال برضو الناس كتير سالته بالنسبه ان احنا نعمل شانز سكرو وجبس, ما ده الاسس يعني. الاسود دي هتعملها لايه يا رجاله؟ السؤال واضح يعني, انتوا قولوا لي شانز سكرو وجبس. ادوا قولوا بقى بعد المحاضره كده عشان اشوف استفدتوا ولا لا. شانز سكرو وجبس ينفع في اي حاله؟ اكتبوا يلا, افتح لهم الشات والنبي اكتبوا محمد. شانز سكرو وجبس. تيبروستي فراكشر شاطر, تانج تايب شاطر, اكسترا ارتيكولر تانج تايب برافو عليك, اكسترا ارتيكولر ها حلو قوي. طب في حاجه كمان يعني انتوا كلكم لا ايه ايه ده مش عايز شانز سكرو خالص, ايه ده تسيبه ده تحسس عليه كده يا مصطفى لحد ما يبقى شاطر يا محمود يا يونس يا محمد يا يونس. هو تايب 4 دي الحاجه الوحيده من الكسور, شانز سكرو وجبس ده ممكن نعمله في تايب 4. وقلنا الفلسفه ايه؟ ان بحاول ارجع الهايت والالاينمنت لحد ما اعمل له فيوجن بعد كده, او لو عيان موجود عنده تانج تايب او اكسترا ارتيكولار فراكشن. ده بديل, دي كانت طريقه زمان يعني الدكتور حسن طبعا علمها لنا كلنا الاسكس لبريست دي هو بيحبها جدا. انما ان انا اعملها في الحالات العاديه لا, ولا تايب A ولا تايب تايب 1A ولا تايب 2 ولا تايب 3 نعمل فيها شانز سكرو كاست. ليها الانديكيشنز بتاعتها بس تمام, زيها زي البركوتينيوس وزيها زي الكونزرفت. ميرسي يا دكتور.